بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يلا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. ده كده يا جماعة شكل الشارع اللي بتبص عليه الشقة بتاعة النهاردة. ده شارع عرضه 30 متر، شقة النهاردة بتبص على الشارع ده مباشرة. بعد كده بيجي لنا شكل العمارة من برة. دي كده العمارة قدام حضراتكم اهي، عمارة 11 دور، شقة النهاردة في الدور الخامس، خامس بلكونة بعد الأرضي. هنا كده بقى المدخل بتاع العمارة اهو، دي كده البوابة، ده شكل المدخل، وده كده شكل الأسانسير بتاع العمارة. كده بقى يا جماعة وصلنا الدور اللي فيه الشقة بتاعة النهاردة. شقة النهاردة يا جماعة بتتباع بالعفش اللي فيها كله. ده كده الدور اهو، الدور فيه شقتين، هنا كده شقة وفي جنبيها الاسانسير اهو، وبعد كده هنا بتجيلنا الشقة بتاعة النهاردة اللي معروضة للبيع. اول حاجة بيجيلنا عداد الكهرباء، ده هنا كده عداد كهرباء قديم اللي هو الديجيتال يا جماعة، مش القرص ولا الكارت، قديم ديجيتال، ودي الحديدة بتاعته اهي. عشان الناس اللي بتحب التفاصيل دي بحاول اجيب لكم كل التفاصيل بالظبط. يلا بقى نبدأ نخش شقة النهاردة برجلينا اليمين ونقول بسم الله ما شاء الله. اول ما بندخل كده يا جماعة بتجيلنا الصالة دي. شقة النهاردة يا جماعة مساحتها صغيرة، مساحتها 80 متر صافي. الناس اللي بادئين لسه حياتهم حابين ياخدوا شقة يبدأوا فيها حياتهم كده، شقة صغيرة غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، تبقى ان شاء الله الشقة دي بتاعتهم. طبعا التشطيب بتاعها زي ما حضراتكم شايفينه كده، تشطيب لوكس سيمبل بسيط. وطبعا الشقة زي ما قلت لحضراتكم بتتباع بكل العفش الموجود فيها ده، ممكن تاخدها بالعفش وممكن بدون. فالناس اللي حابة تاخدها بالعفش تركز في الحاجات اللي موجودة، عشان انا لو نسيت حاجة اقولها يبقى انتوا ايه شايفينها في الفيديو، يعني شايفين الشاشة، شايفين التلاجة، شايفين الانتري ده، شايفين كل حاجة. تمام، دي كده تعتبر الصالة، الصالة بتاعت الشقة دي المساحة بتاعتها. طيب تعالوا نخش اول غرفة، نشوف اول غرفة معانا. دي اول غرفة كده بالباب الجرار، ده باب جرار. دي الغرفة هي يا جماعة فيها سريرين 120 وفيها دولاب وكومودينو. ده كده التشطيب بتاعها برضو اهو، بجيبه لحضراتكم عشان يبقوا ايه تبقوا شايفين كل حاجة. في مروحة اهي. الشقة دي يا جماعة الناس اللي عايزة تستثمر ممكن تاخدها وتأجرها بقى مفروش او تأجرها على البلاط، بتبقى طبعا بتبقى بتدخل اجر شهري، تبقى حلوة في الاستثمار، تبقى ليك بتعمل دخل شهري. دي كده الغرفة اهي، دي مساحتها تقريبا 4.5 × 3.5 أو 4 الا حاجة بسيطة. طبعا عندي هنا الشقة جمالها ان هي بتبص على الشارع الرئيسي يا جماعة، بتبص على شارع 30 متر رئيسي اهو، بوري حضراتكم الشارع اهو. في طبعا هنا تندة عشان الشمس، تقدر طبعا نقدر نرفعها من هنا ونقدر ننزلها كده لو احنا حابين ايه عشان الشمس ما تجيش علينا وكده. ده الشارع اهو يا جماعة تحت اهو، شارع 30 متر، ده كده الشارع من الناحية التانية اهو. اجمل ما في الشقة دي يا جماعة بصراحة الموقع بتاعها، وهي كشقة برضو صغيرة ولذيذة، برضو دي من الحاجات الايه المميزة بتاعتها. دي كده طبعا اول غرفة شفناها. بعد كده نرجع، ده باب الشقة اللي احنا جايين منه اهو، ودي كده الصالة اللي احنا شفناها في الاول. بعد كده بقى تعالوا نروح طرق التوزيع. طبعا مش هذكر حضراتكم، يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقدير للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. دي كده يا جماعه طرق التوزيع، بتدخلنا على غرفه والمطبخ والحمام، او الغرفه الثانيه والمطبخ والحمام. ده هنا كده الحمام اهو بتاع الشقه، ده كده شكل الحمام اهو، ودي المساحة بتاعته، مساحته حلوة. طبعا محتاج يتعدل فيه شوية سباكة اللي انا شايفه، يعني رأيي انا الشخصي، انما لو عايز تخلي السباكة زي ما هي كده ممكن تبقى على وضعها مفيش مشكلة. وده طبعا شباك بيبص على المنور بشكل السقف اهو، السقف كويس. في عندي طبعا غسالة جوه اهي عشان برضو الناس اللي هتاخد بالعفش تبقى مركزة في الحاجة الموجودة. بعد كده عندي هنا المطبخ، ده المطبخ اهو يا جماعة، ودي المساحة بتاعته. طبعا عندي الغاز اهو يا جماعه واصل،
زي ما قلت لحضراتكم الشقه كامله المرافق كهرباء وغاز وميه، وده العداد اهو، وده هنا طبعا الوحده الثانيه بتاعه المطبخ دي يا جماعه المفروض ان هي يعني ساقطه، المفروض بقى اللي هيجي هيعلقها ايه؟ هيعلقها على الحيطه، بس هي ساقطه محطوطه على الوحده اللي تحت. وده برضو شباك بيبص على نفس المنور بتاع الحمام، ده عداد الغاز. الشقه يا جماعه كامله المرافق كهرباء وغاز وميه، شقه مرخصه وليها حصه في الارض. بعد ما شفنا المطبخ تعالوا نشوف الغرفه الثانيه. دي الغرفه الثانيه اهي يا جماعه، دي برضو المساحه بتاعتها اهي، دي موجود فيها غرفه نوم، سرير 150 او 160 ودولاب واتنين كومودينو وتسريحه هنا اهي، وفي برضو مروحه. ودي يا جماعه مساحه الغرفه كلها، مساحتها تقريبا 4 في 5 يعني مساحتها حلوه. دي اهي برضو التشطيب بتاعها تشطيب سيمبل يعتبر لوكس عادي. وهنا كده عندي الشباك ده بيبص على منور، تعالوا برضو اوريه لحضراتكم عشان نبقى ايه، يبقى شفنا كل حاجه بالظبط وبالتفصيل اهو يا جماعه. منور مساحته حلوه، منور كبير. دي كده الشقه بتاعه النهارده. يلا نراجع مع بعض بقى البيانات مره تانية كده بسرعه. الشقه مساحتها 80 متر صافي، الشقه بتتباع بالعفش اللي موجود فيها ده كله. الشقه غرفتين وصاله ومطبخ وحمام. الشقه في الدور الخامس، خامس بلكونه بعد الارضي. العماره 11 دور وفي اسانسير، وكل دور فيه شقتين. الشقه كامله المرافق كهرباء وغاز وميه، شقة مرخصة وليها حصة في الأرض. الشقة عنوانها فيصل شارع الثلاثين الرئيسي. الشقة مطلوب فيها بدون العفش 1,000,000 جنيه، مطلوب فيها بالعفش اللي موجود فيها ده كله 1,100,000. وطبعا لأي استفسار أرقامنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب، في حالة عدم الرد على طول ابعت رسالة على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 9 مساء، والأجازة الرسمية يوم الجمعة. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.